عملاق جديد للهواتف النقالة ينشأ قريباً في ألمانيا. حالياً تحتل شركتا أوتو وإي بلاس مراكز متأخرة، ولكن اندماجهما سيضعهما في الصفوف الأمامية. حتى الآن تتصدر تي موبايل شركة الهواتف المحمولة في ألمانيا بنحو 37 مليون زبون، تليها فودافون وبعدها بمراحل إي بلاس وأوتو، ولكنهما معا ستملكان نحو 43 مليون زبون، ما سيجعلهما في المقدمة. وتريد الشركتان دمج شبكتي المحمول لديهما لخفض النفقات بأكثر من 5 مليارات يورو، فمع أن شركتي إي بلاس وأوتو تملكان زبائن أقل مقارنة بالمنافسين، إلا أنهما تشغلان شبكتين ضخمتين. سيحدث الكثير في قطاع الهواتف النقالة، ولست واثقا من أننا سنرى في المستقبل 3 شركات كبيرة تقدم خدمات المحمول، بل سيتركز السوق على شركة عملاقة واحدة. غير أن اندماج شركتي أوتو وإي بلاس لا يزال ينتظر موافقة هيئة مكافحة الاحتكار على هذه الصفقة التي تقدر بالمليارات.